Hi guys, today we're accompanied by a Dubai municipality officer who is here to conduct a food health safety inspection from A to Z. We're at a Grill Station restaurant here in Fosais. Let's go and see exactly what goes into the stringent measures that have to be taken to ensure that your food comes to the table safe and sound. Let's go. انا اول شيء في البدايه لازم تسين الكرنت اساسا نعمل وين اول ستيشن؟ اول ستيشن لازم غسيل اليدين. غسل ايدك يعني لين لحد هنا اوكي عادي اتذكرها طبعا هني الريسيفنج اريا هني يتم استلام الفود ايتمز عن طريق السبلاير اوكي طبعا اول شيء في البدايه تشيكين على الدوكيومنت أن يكون مثلا عندك المركبه تكون مصرحه من البلديه زين واي فود ايتم اوردي من السبلاير يكون فيها درجات حراره معينه والمطعم ما يستقبل اي ايتم لحد ما تشيك على درجه الحراره وتكون الفواتير والدوكيمنت واذا كانت درجه الحراره غير مناسبه يسوي ريجكت اف اتس سيوتبل يو كان جيف هم ذا ابروف The trucks come here, so they deliver the food, yes. but the appearance of the door, it has to be to a certain standard. Yes, and it should be clean. The place should be empty from anything. So what's something that could be potentially rejected? إذا مثلا كان مثلا في مجموعة من من الأغراض موجودة وكذي هاي الريسيفنج لازم تكون اوردي امبتي خصوصا ريجكتد قلت لك في درجات حرارة معينة تكون حق المواد الغذائية. Basically all the food that comes through from the supplier has to be between 1 and 5 degrees. If it's above 5 degrees, that means it will be cross contaminated with some potential bacteria and it will be rejected. بداية عقب الريسيفنج اللي يكون هو الدراي ستور والتشيلد ستور. زين؟ طبعا ها هو الشيلد ستور عندهم. شوف ستور زين انه يكون لازم يكون منظف فوق الكاسكت عندك رفوف واي اكل موجود في الفريزر لازم يكون عليه اكسبايري ديت اوكي نحن وقت الدراي ستور نشيك على التواريخ على النظافه على مثلا الليل التهويه علاقات التهويه عرفتي اذا في جاب على الشيلنج او شيء اهم شيء النظافه مثلا ما يكون في كوكرج او مثلا فلايز او هالامور طريقة التشيك تكون كل مدة 3 ساعات يكون في ريكورد عقبات الدراي ستور عندك الثلاجات عندك الفريزر بشكل عام كل 3 ساعات او كل ساعتين. نشوف الليبلينج نشوف طريقة التحضير كيف نحضرها نشوف هل هو مطابق لشروط الهايجين مثلا اليونيفورم الهيرنت الشوز عندك الجلافز فانتوا الانسبكشن تاعكم ما بتيجوا يعني وقت السيرفيس بتيجوا قبل او بعد صح؟ اثناء التحضير ماني بعد التحضير غالبا ما مثلا على حسب الدوام كيف يكون مثلا رمضان يختلف الايام العاديه يختلف مثلا في اماكن هني تكون مثلا حق البيشن اريا يس زين هني مثلا اماكن حق اللحوم عندك لازم يكون مكتوب اجباري جابرينهم نحن انه يكون البروسيجر انه يكون مثلا الرو ميت موجود والتشيكن ميت زين بخصوص الخضار يكون لازم يكون دبل سينك في مثل معقم اللي هو يكون هذا في البيجتبل سانيتايزر ففي بروسيجر معين هذا ما فيه كمويات او شغله في تكون في مثلا على حسب مثلا 1 تابلت يكون مثلا 20 لتر او 10 لتر لمده مثلا الكونتاكت تايم 5 مينت يعني اول شيء تكون طريقه الغسيل نورمال ووتر خصوصا كيف تسوي ريموف حق الساند او الرمل زين عقب يكون طريقه التحضير اللي هي تكون عن طريق التابلت هذه اوكي عرفتي مثلا يعتمد اذا تو تابلت اللتر يقل او مثلا يزيد الليبلنج تبع اوكي ذا ستبس اون بري واشنج ديسنفكتنت وهون يتم استخدام السانيتايزر حق الفروت والفيجيتابل ودائما بعد نتاكد بخصوص في اللي هو هوت كابينت مثلا طريق البوفيه يكون حافظ حراري زين هذه اوردي يكون في ترمومتر دائما تكون حرارته مثلا من 60 فوق اذا كان اقل عن 60 سبب احتمال يسبب بويزنج حق بعض الكاستمر بخصوص الريميتنج لازم يكون مره واحده ما يقدر يستخدم الريميتنج مرتين حراره الاكل يعني this is the main thing صح؟ صح Now, after the inspection is finished,
What's the first thing that you do? So we do like close meeting, and we will talk about the positive things and negative things. Yeah. And we take all the documents like license, space control, green strap, and all the documents that from the chiller, yeah, temperature, and for the hygiene for the staff, okay, and for the receiving, and also for the water tank document, and also the certificate for the training for food basic hygiene and the personal charge for the staff. And you make it into a report that you send to the municipality. Right. Okay. That's it. Great. Thank you so much, Ahmed, for being with us today. And catch us on the next one. Khalij Times, thank you very much. Today we've seen how a Dubai municipality officer inspects a restaurant from A to Z. And hopefully this will make your dining experience more enjoyable and more safe for the next one.